أهلا بكم في معرض لوحة أمل للفنانة الشابة إسراء نزا الجابر. لوحة أمل، نظرة تفاؤل للحياة، أو لما يجب أن تكون عليه الحياة من خلال وجهة نظر الفنانة إسراء نزار، أي أنها نظرة تفاؤل، نظرة أمل للمستقبل، وهذا نابع من شخصية الفنانة الشابة التي ترى الحياة بشكل المعرض متعدد الاتجاهات والمسارب، فهناك البورتريت أو الواقعي، وهناك التعبيري، وهناك الجرافيك. الألوان أيضا تعددت، قلم الرصاص والألوان المائية، يعني شاهدت هناك طاقة واعدة، أي أن هناك في هذا القسم الرصين إمكانيات يمكن أن تجد لها مساحة واسعة مستقبلاً.